الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المنزل عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن من أهم المهمات للمؤمن، وهي مهمة يتذكرها أيام الصيام في هذا الشهر على وجه الخصوص، مهمة صلته بوحي الله وقرآنه الذي جعله مهيمنا على الكتاب الذي أنزله من السماء. أنزل الله كتبا على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم تحمل تعاليم الله وتوجيهات الله وإرشادات الحق تبارك وتعالى لعباده، والمنهج الذي يرتضيه لهم، وتحمل لهم البيان عن الحقائق في الخلق والكون والوجود والمآل والمصير. ولكنه ختم هذه الكتب كلها بكتابه العزيز القرآن الكريم المجيد المنزل على قلب نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فصلة المؤمن بهذا القرآن يجب أن يكون لها مجالها في ذهنه ووعيه وإحساسه ووجدانه. صلته بوحي الله لا شك أنها ترجمان صلته بالله إيمانا وتعظيما وعبودية لهذا الإله الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهل يكون عليك أعز أيها المؤمن بهذا الإله من كلام جاءك من عند الله حمله إليك أكرم الخلق على الله محمد بن عبد الله، وتعاليم بينت وتوجيهات برزت من حضرة الرحمن الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. أيها المؤمن بالإله الحق، كتابه بين يديك ووحيه الذي أنزله على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واصل إليك، فاحذر أن تدخل في غمار من توجهت الشكوى منهم على لسان صاحب النبوة فيما ذكر الله وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتذكر أن الذي أنزل عليه وكان كثير التلاوة له كان في رمضان على وجه الخصوص يدارسه جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكان ينزل سيدنا جبريل الملك الأمين على الوحي كل يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فيتدارس معه القرآن، حتى كان آخر سنة من سني عمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان ينزل عليه في كل يوم مرتين يدارسه القرآن. فكان لهذا الخبر الذي تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها لقلوبنا على مهمة تدارس القرآن، وإن أحدنا ليحصل على نصيب من النور والرحمة ونزول الطمأنينة من قراءته القرآن ولو كان وحده، ولكن للتدارس سر آخر وأثر أكبر. فليكن لك نصيب من تلاوة القرآن وحدك، وليكن لك نصيب من تلاوته مع غيرك تتدارسونه، فتقرأ منه آيات يقرأ بعدك آيات وهكذا. ولقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن جملة صلتنا بهذا القرآن صلة عقد الحلقات من أجل القرآن. عقد الحلقات من أجل القرآن هو ما جاءنا في مدرسة القرآن، وهو يشير إلى انتباه حاصل من قبل المؤمنين بوحي الله وكتاب الله، وأخذ نصيب من زمن هذه الحياة ليتلى فيه كتاب الله ويتدبر فيه وحي الله تبارك وتعالى. فإقامة الحلقات من أجل تدارس القرآن سنة حميدة لها دلالاتها على اهتمام المجتمع بالوحي الرباني، ولها آثارها في تنوير القلب وتصفيته ومشاركة الملأ الأعلى للدارسين وللقارئين. فعليك أيها المؤمن أن تتوجه توجها صادقا خالصا في الصلة بالكتاب العزيز. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شكوى من قوم هجروا القرآن. ويكون من مظاهر الهجر قلة تلاوته أو هجر تدبره مع التلاوة باللفظ أو هجر العمل به بعد ذلك. وكما أن هجر التدبر هجر للعمل، فهو مسبب لهجر بقية العمل بالقرآن. وهو إذا قام فإن التدبر سبب قوي للتوفيق للعمل بالبقية، لبقية العمل بالقرآن. فكان لشان التدبر القرآن أثر مخصوص في تنوير هذا القلب، بل في تحصيل أشرف ما يتحصل في الحياة وهو اليقين الذي ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف منه. أقوى ما يتحصل به اليقين حسن التدبر لآيات الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأيقن أيها المؤمن أنك بحسن التدبر في القرآن تكسب أشرف ما يمكن أن تتحصل عليه من الكسب، وهو حلول نور اليقين في قلبك. وإن الإيمان هو اليقين كله كما يقول ابن مسعود فيما ذكره البخاري في صحيحه عنه: الإيمان اليقين كله، وإنما يعمل المرء بقدر يقينه، وإنما يكون النعيم في الآخرة بحسب اليقين. إذا علمت ذلك أيها المؤمن فمن خلال رمضان افتح هذا الباب لتلج إلى ميدان التدبر للكتاب. وإذا ألفت ذلك بدأت تشعر بحلاوة خطاب رب الأرباب جل جلاله. وإنه من العار أن يمر على المؤمن زمن لا يستشعر فيه حلاوة التلاوة للكتاب، ثم لا يحس ويشعر بأنه فقد شيئا عظيما، وأنه قصر في أمر كبير، وأنه قصر عن حال يجب أن يكون متصفا به. أما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اهدنا فيمن هديت. أيها المؤمن لا بد أن تأخذ النصيب من هذا الكتاب العزيز بفتح باب التدبر فيه، فهو الذي يكسبك اليقين، وهو الذي يوقفك على حقائق في الكون وعلى حقائق في المصير العظيم إلى الإله العظيم جل جلاله.
وهو الذي يداويك من الحزن والهم والغم، وهو الذي يزيد إيمانك كما تقرأ في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يفتح لك أبواب الزيادة كلما سمعت القرآن. كذلك إذا تدبرت وتأملت فيه. لكن إنما يكون الفائدة وتحصيل الإيمان واليقين وتحصيل التنوير في القلب وذهاب الحزن والهم على قدر هيئتك في الإقبال وحالتك. هيئتك في الإقبال من مظاهر التعظيم، وحالتك من التعظيم القلبي المصحوب بالخشية واستشعار أنه كلام الرب. هذا الاستشعار لأنه كلام الرب هو الذي ترى عنه في منهج الصالحين أن بعض الصحابة كعكرمة إذا نوّل المصحف حمله فقال كلام ربي كلام ربي كلام ربي حتى يغشى عليه مستشعرا أنه كلام الله تبارك وتعالى. لذلك وجدت تسابقهم في تلاوة القرآن الكريم في ليالي رمضان وأيامه على الخصوص وطول الأعمار على العموم، حتى قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا رتبوا على أنفسهم الحظ الوافرة من القرآن. كان أمثال الإمام الشافعي يقرأ في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة، فيختم في رمضان 60 ختمة، وهذا مما أثر عن كثير من السلف مثله وأكثر منه. والقصد أن تحظى بنصيب من التدبر لهذا القرآن وينفتح لك باب في زيادة الإيمان، ولا ترضى أن يكون في بيتك مقطوع الصلة بالقرآن. يا صاحب القرآن، يا من أكرمت بهذا القرآن، يا من توجت بتاج أن يكون بين يديك كتاب من السماء جعله الله في رتبة الهيمنة على جميع الكتب المنزلة من السماء. ألا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. اللهم ارزقنا تدبر القرآن وفهمه والاطلاع على معانيه والاغتراف من بحر علمه، وامزجه بلحومنا ودمائنا واجعلنا عندك من أهل القرآن يا رحمن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.